after that, I was let go. موضوع الكهرباء اصبح موضوع ممل لدى الشارع العراقي ولدى المواطن العراقي، يعني مو معقول احنا بالقرن ال21 ونحكي كهرباء، يعني 18 سنه صار لهم ما قدروا، اي وزير اي حزب قدر انه يسوي ويوفر كهرباء، اي دوله هسه تسمع انه العراق ما بي كهرباء وكل هاي الميزانيات الطائله اللي تبني دول على الكهرباء ما قدروا يصنعون لنا كهرباء، يعني فما اعتقد الاستقاله راح تقدم وتاخر بملف الكهرباء، احنا ما يهمنا انه استقاله او غيره، نريد حلول ناجعه، نريد حلول للمواطن العراقي انه يتخلص من مساله عدم وجود الكهرباء، هذا الحر اللي موجود بالعراق اصلا ما موجود بغير دوله، اليوم درجه الحراره 50 درجه، يعني درجه الحراره جدا متعبه للمواطن العراقي، فاعتقد انه وزير الكهرباء او الوزير اللي راح يجي يعني ما راح يسوي شيء، لان احنا تعودنا انه دائما يتغيرون وزراء لكن الكهرباء ما موجوده. هو هذا الموقف جديد رداء الطاقه الكهربائيه؟ بصراحه بغض النظر عن معرفه السبب الحقيقي وراء الاستقاله، احنا العراقيين صرنا ان الامور نراها بعين اخرى، سواء استقال بسبب رداء الطاقه، يعني بتاريخ العراق الحديث لم تحدث استقالات لاسباب وطنيه حقيقيه، امور سياسيه، الموضوع اراده سياسيه اكبر مما نحن نراه. الموضوع اراده سياسيه والدليل لماذا شركه سيمنز استبعدت؟ Yeah, that's all I get.